تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير. فاليوم الجميل يوم الأربعاء اللي يتبع إن شاء الله باكر الخميس الونيس، آخر يوم في الأسبوع، وبعد هذا ندخل على عطلة نهاية الأسبوع إن شاء الله. أتمنى لكم من الحين خميس ونيس جميل وعطلة نهاية أسبوع جميلة. هذا برنامجكم برنامج صحة وسعادة، نتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. هذه محدثتكم دكتورة ندى الملة. اليوم معاي في الاستوديو أول شيء رحب بالطاقم ناصر السليمي المخرج، يعطيك العافية ناصر، ومعاي اليوم في التنسيق نجات، يعطيك ألف عافية نجات، خلصت من البرنامج اللي قبلنا معانا الحين، يعطيكم العافية. الطاقم اليوم محمود مو موجود، إن شاء الله بنكون أنا وأنتو على مدار ساعة على الهواء. مثل ما دائما إحنا نقولها برنامج صحة وسعادة هو برنامجكم، طرشونا ملاحظات، شكر، شكوى، اقتراح، خصوصا الاقتراحات. احنا دائما ندور عن اقتراحات الى تسهم في تحسين الخدمات، وانا دائما اقول مو لازم يكون الاقتراح كبير، مو لازم اقول في نفسي ان لازم يكون الاقتراح يسوي تغيير كبير عشان انا اطلع فيه على الهواء او اطرش للبرنامج. ممكن اقتراح صغير يغير في خدمة صغيرة لكن يكون تأثيره كبير على عدد من المتعاملين. فدائما اي اقتراح عندكم، ترى دائما احنا نقول البيوت تنبنى من الطوابيق الصغيرة، يعني طابوقة يم طابوقة تبني لك بيت، تبني لك عماير وناطحات سحاب. فالاقتراح الصغير ما تتخيلون شو يكون تأثيره على الخدمة بشكل عام. فطرشونا كل اقتراحاتكم، حابين تشكرون حتى عندكم شكوى على شخص معين، على جهة معينة، على خدمة معينة ما عيبتكم. طبعا الغرض دائما لما نقول قدموا شكوى ان احنا نحسن من هذه الخدمة، لان الشكاوي قناة من قنوات التحسين. أذكركم برقم التواصل عشان تتواصلون معنا على 600-551414 وعلى رسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. نبتدي دائما بدراستنا. شو تقول الدراسة؟ انتبه، الإفراط في شرب الماء قد يؤدي إلى وفاتك. نصيحة لطالما رددناها اللي هي احرص على تناول الكثير من الماء يوميا. هالنصيحة دائما يرددها الأطباء وخبراء الصحة والتجميل، لكن رغم أهمية الماء وفوائده الجمة إلا أن هناك حالة واحدة فقط يعتبر فيها شرب الماء خطرا يهدد حياة الإنسان، تسمى تلك الحالة النادرة بي حالة التسمم المائي، وهي مشكلة صحية يتعرض لها الأشخاص الذين يشربون كمية هائلة من الماء دفعة واحدة، مما يؤدي إلى اختلال الإلكترولايت التي تحتوي على آيونات حرة تشكل وسطا ناقلا للكهرباء. ينجم عن هذا اضطراب شديد في عمل المخ قد يؤدي إلى الوفاة، وفق ما جاء في موقع بولد سكاي المعني بالصحة. تتسبب بعد كميات المياه الهائلة التي تشرب على دفعة واحدة في انخفاض تركيز الأملاح بالدم، مما يؤدي إلى اندفاع الماء في الخلايا، خاصة خلايا المخ، وهذا يؤدي بالتالي إلى تضخمها، وثم تضغط على السطح الداخلي للجمجمة، مؤدية إلى صداع شديد، غثيان وقيء. كذلك قد تشمل أعراض التسمم المائي ارتفاع ضغط الدم، ازدواجية الرؤية، ضعف العضلات، وصعوبة التنفس. في حال كان التسمم المائي شديدا فقد يؤدي إلى الغيبوبة والوفاة. أكثر الناس عرضة لذلك هم الجنود والرياضيون الذين غالبا ما يتم الخلط في حالتهم بين أعراض التسمم المائي والجفاف، مما يتسبب في موتهم بعد بذل جهود مفرطة لإعادة ترطيب أجسامهم. تتراوح كمية الماء القادرة على تهديد حياة الإنسان من 10 إلى 20 لتر خلال ساعات قليلة، يختلف ذلك من شخص إلى آخر حسب كفاءة الكلى. فالكلى البشرية الطبيعية تستطيع تصفية لتر واحد من الماء كل ساعة، الأمر الذي يختلف لدى المصابين بأمراض الكلى. إذن احرص على تناول الماء للمحافظة على صحة كليتيك وتخليص جسمك من السموم والحفاظ على نضارة بشرتك، لكن لا تفرط في ذلك إلى حد يهدد حياتك.
طبعا احنا دائما نقول ان كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده او ممكن يؤذيكم، حتى شرب الماء. كم هو المعدل الطبيعي لشرب الماء خلال اليوم؟ احنا دائما نقول تقريبا من لترين ونص الى 3 لترات، او مجازا نقول احيانا 8 أكواب من الماء هي الكميه الموصى بها يوميا. شو أهمية الماء؟ ليش إحنا دائما ننصح الناس تشرب ماء؟ في ناس تقول هي مجرد نصيحة تعطونها الأطباء، بس لو نفكر إحنا إن أكثر من 80% من جسمنا يتكون من الماء، يعني الجسم معظمه عبارة عن ماء، كل خلايانا تحتوي على الماء، فنتخيل إن كيف جسم أكثر من 80% هو عبارة عن ماء، فهذا هذه أول أهمية للماء. رقم 2، عندنا أعضاء حيوية لا تعمل إلا بالماء، أهم الكلى طبعا. الكلية تعمل على تصفية الدم من السموم اللي فيه ومن الرواسب اللي فيه. كيف يتم هذا؟ يتم عن طريق تواجد كمية كافية من الماء في الدم، تعطي الدم سيولته اللي تسمح للكلى إنها تسحب منه كل الترسبات، كل الفضلات، وتطلع تكرمون عن طريق البول. فهذا هو عامل أساسي يخلينا نشرب الماء. رقم 3، العضو الأكبر في جسمنا اللي هو الجلد. احنا دائما نقول الناس تهمل احيانا الجلد، تنسانه هو احد اعضاء الجسم، لكن الجلد اللي هو اكبر عضو عندنا اللي يغطي كل جسمنا يتكون من مجموعة هائلة من الخلايا. كل هذه الخلايا تحتوي على الماء. اول شيء احنا نسأله لما تينا بنت او يينا ولد العيادة بيقول دكتورة انا بشرتي تعبانة، تطلع عندي حبوب، تساقط عندي الشعر، اول سؤال نسأله كم تشرب من الماء يوميا؟ لان قلة شرب الماء تؤدي الى الجفاف، الجفاف بالتالي تخلي الجلد غير قادر على تجديد نفسه. احنا جلدنا يجدد نفسه في الثانية، يتم طرح عدد من الخلايا الميتة ويظهر مكانها خلايا جديدة. من غير وجود كمية كافية من الماء فهذه العملية تكون صعبة، الجلد لا يمكن يجدد نفسه بطريقة سليمة. زائد الخلايا اللي موجودة عندنا على الجلد تفقد ترطيبها، بالتالي فقدان ترطيب شي عرضنا، يعرضنا رقم 1 للخطوط والتجاعيد. نلاقي الناس عمرهم توم وصلوا 30 يحسون ان بشرتهم باهتة، تحسون كانهم اكبر من عمرهم. السبب الرئيسي قلة شرب الماء، بالتالي الجلد يفقد نظارته، الخلايا في الجلد تفقد السوائل اللي هي فيها، وهذا اللي يخليهم تظهر عندهم التجاعيد، الخطوط، البقع تظهر على الوجه، يفقد الوجه نظارته، ما يستفيد النظارة اللي كلنا ندور عنها لما ما نكون حاطين مكياج، لما نشي الصبح ندور عن النظارة الطبيعية اللي تكون في الوجه، هذا كله من الماء. لاحظوا الماء اللي هو السائل الشفاف اللي لا لون ولا طعم ولا رائحة، واللي متوفر الحمد لله، الحمد لله في إيدنا جميعا، لكن للأسف كثير من الناس ينسون يشربون الماء. إنزين، عندنا على الإنستغرام نقرأ كم. سلام عليكم، صباحكم سعادة، شكرا أخوي أحمد. هذا أنا ماخذ كورس مضاد حيوي لمدة 2 شهر عشان يطلع عندي حبوب في فروة الرأس. لا أصلع بعد، ماخذ كورس عشان يطلع شعر ولا كيف؟ الماء مو بحلو يعني، لو استبدلناه بعصير دكتورة ينفع؟ لا للأسف. ليش؟ الناس كلها تقول طبعا العصير 3/4 ماء، ولكن العصائر تحتوي على سكريات وسعرات حرارية وايدة. يعني لو قلت حق حد أخذ 8 أكواب عصير في اليوم، معناه أنا أقول له أقدم مرض السكري على طبق من ذهب ببساطة. أدري طعم الماء، كثير من الناس ما يستسيغون طعم الماء، فإحنا شو دائما نقول ننصح ما تستحملون طعم الماء، أضيفوا لبعض الإضافات اللي تشل الطعم اللي أنتوا تحسون فيه. مثلا تحطون قطع فراولة، تحطون نعناع، تحطون، في ناس يحطون فيه مرمية، في ناس يحطون فيه كليل الجبل، في ناس يحطون فيه خيار، ينكه الماء شوي، بالتالي تحسون طعمه صار أفضل. لا تحطون فيه ليمون أو خل، هذا هاي العادة إن أنا أحط فيه خل، في ناس تحط فيه خل تفاح عشان يشربونه أول الصبح. يا جماعة هالمواد جدا حامضة وتأثر على حموضة المعدة، وتسوي لكم، ممكن تسوي لكم حروق في المريء، ممكن تسوي لكم حموضة في المعدة، ممكن تسوي لكم قرحة في المعدة. فابتعدوا عن الليمون مع الماء اللي كثير من البنات للأسف ياخذونه بحجة أنه ممكن يساعد في إنزال الوزن. ما يساعد في إنزال الوزن يا بنات، أنا أكره دائما لما أقول هالكلام لمريضاتي، ولكن لا يساعد على قصر الوزن، ما ينقصكم كيلو واحد ولكن يجيب لكم قرحة في المعدة. فعشان تنزلوا وزنكم نسكر حلجنا شوي، نمشي ريولاتنا شوي، رح ينزل وزنكم صدقوني، من غير ليمون ومن غير زنجبيل. هي بعد الحين موضة زنجبيل، بعد يحطون زنجبيل وليمون في الماء،
هل الزنجبيل والليمون مضر؟ اكثر منه مضر، ممكن كوب واحد في اليوم، بس ان انا اشوف المرضى عندي في العياده ماسكين الدبل عوده ومتروسه زنجبيل وليمون وطول اليوم يشربون منه، لا طبعا هذا مضر. الزنجبيل حتى لو تسالون امهاتكم معروف الزنجبيل حار على الجسم، كميه الكبيره منه حار على الجسم، فاشربوا الماي بمنكهات لا تؤذيكم مثل الخيار، الخيار بارد، النعناع بارد، الفراوله بارده، الليمون والزنجبيل خلوه كوب واحد اذا انتم حابين، وابتعدوا عن بدايه الصبح، اول نشط الصبح ما في دراسة تقول شرب الخل أو عصير الليمون أو منقوع الزنجبيل أول الصبح بينزل وزنكم أو بيحرق الدهون. أوكي اتفقنا؟ عشان ما نبغى الناس تيجي العيادة عندهم حرقة في المعدة مشاكل في المعدة. أنا راح أطلع فاصل الحين إن شاء الله، بعد الفاصل تريونا نكمل باقي فقرات صحة وسعادة. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أذكركم أرقام التواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. عندنا في الرسائل حد مطرش، سلام عليكم دكتور محمود موجود، مشكلة التأمين الصحي يوم يوديك حالة طوارئ التأمين ما يغطي وأنا خسرت. نجاة ممكن اتصل فين او تحاولين على المعنيين في التأمين. اوكي وفي حد مطرش يقول ارجو الاتصال امر ضروري، بعد هذا تو مطرش الرسالة. انزين اوكي ان شاء الله يا ناصر. انزين الحين بنتكلم عن موضوع جميل يونس، من نقول اسم الموضوع الكل بيستانس، عن موضوع السفر. بنتكلم اليوم عن معرض طريق السفر واطلاق بطاقة خصومات، بيكون معانا ان شاء الله عن طريق الهاتف عبد الله بالعومة رئيس قسم شؤون الموظفين فئة الصحة بدبي. صباحك ورد اخوي عبد الله. صباحك نور اختي دكتورة ندى. اهلين شخبارك؟ اهلين بخير ربي يعافيك، سالت الحال الحمد لله. طبعا اول ما نقول سفر الناس كلها تستانس وتحلم بالطيارة والسفر، واحنا موضوعنا اليوم جميل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الحين نبتدي، عطنا نبذة عن شو هو معرض طريق السفر. طبعا في البداية أصبح عليك وعلى المستمعين كلهم. طبعا معرض السفر هذا بالتعاون مع شركة دناتا، هذا المعرض يكون المعرض التاسع. نعم. فبيكون طبعا نحن كأول هيئة حكومية هالسنة تبتدي في هذا المعرض. وهذا المعرض يضم أكثر من 25 شركة محلية وعالمية طبعا من مختلف المجالات، اللي هي مجال السفر، مجال الطيران، مجال السياحة وشركات السياحة العالمية. طبعا بتكون في هناك عروض حصريه حق موظفين هيئه الصحه شامله، اللي هي الباكجات كامله للموظفين العوائل. بالاضافه ان بيتم اطلاق برنامج خاص بموظفين هيئه الصحه في نفس اليوم. طبعا بيطلق معالي رئيس مجلس الاداره والمدير العام معالي احمد القطامي والاخت امنة السويدي مديره الموارد البشريه. اسم البرنامج بيكون DHA+. طبعا DHA+ بيضم تحت اكثر عن 150 شركه حاليا توفر خصومات لموظفين هيئه الصحه. الشركات هذه مش بس سفر وسياحه، ولكن جميع الفئات، من سفر وسياحه، من مدارس، من حضانات، من محلات، من يعني اي شيء يحتاج الموظف هيئه الصحه من الترفيه او من يعني اللي يحتاج الموظف هو عائلته. طبعا الخصم يشمل هو عائلته نفسها. طبعا بيكون اطلاق البرنامج هذا في نفس اليوم، برنامج طريق السفر والسياحه ان شاء الله. ممتاز. متى بيكون المعرض؟ المعرض ان شاء الله بيكون في 1/4 من الساعه 10 لين الساعه 2 الظهر، والاطلاق ان شاء الله بيكون اطلاق برنامج DHA+ بيكون في نفس اليوم في الاداره العامه من الساعه 10:30 ان شاء الله. ممتاز. وجود مثل برنامج بطاقة الخصومات هذه أو برنامج الخصومات DHA+ شو بيكون انعكاسه على الموظفين؟ شو كيف الموظف بيستفيد منه نفسيا وفعليا؟ طبعا أنت مثل ما تعرفين نحن من أهم استراتيجيات إدارة الموارد البشرية اللي هي رفع نسبة السعادة والرضا بين الموظفين. نعم. فطبعا اشتغلنا على هذا البرنامج أن نقدر نرفع نسبة الرضا مش للموظفين فقط، ولكن حتى لعوائلهم، لأن هذا العروض هاي تشمل حتى عوائل الموظفين. نعم. فطبعا هذا بيعكس انعكاس كبير من ناحيه رفع نسبه الرضا الوظيفي، الايجابيه والسعاده، طبعا حسب توجيهات الدوله اللي هي رفع سعاده الموظفين. صحيح صحيح بالضبط. والموظف حتى ما يحتاج ياخذ بطاقه، لا، بطاقه الدوام نفسها اللي انت يصير يوفرها بس يبرزها للشركه اللي متعامله معانا، وهم على طول بيعطون الخصم.
ممتاز. طبعا عندنا اقوى الشركات، يعني لو اتكلمنا مع طيران الامارات عندنا خصم 20%، ممتاز. عندنا شركه داناتا عندنا 15%، وغير الشركات السياحيه الثانيه، شركات مثلا عندك الحضانات 15% على اغلب الحضانات، عندك اللي هي الادوات التجميليه اللي تحتاجها السيده مثلا او الموظفه بعد عندنا خصومات معاها. الفنادق طبعا مثل ما اقول غطينا اكثر عن 80 فندق في دبي وبرا الامارات او حتى برا دبي، خصوماتهم ما تقل عن 15 إلى 20. ممتاز جميل. كيف تم اختيار الشركات اللي بتكون من ضمن برنامج دي اتش اي بلس؟ طبعا تم اختيارها بالتواصل مع الشركات هذه. طبعا في شركات وايد، احنا اكثر عن 500 شركه قدمت، ولكن احنا تعرف مثل ما تقولين احنا بالافضل لموظفينا، صحيح، فقمنا نختار الافضل من الافضل للموظفين، بالاضافه انه لازم يكون نسبه الخصم تكون عاليه، يعني اللي كان يتقدم لنا مثلا خصم 5% او 10% نرفضه، لازم يكون اكثر عن 10%، لان احنا نبغى يكون موظفينا عندهم اعلى نسبه خصومات في جميع الاماكن هذه. صحيح صحيح. حتى يعني مع شركه وصل العقاريه اللي هي تابعه لحكومه دبي، وفرنا حق موظفينا اللي هي السكنات الشقق والفلل، يعني انا تكلمت عن خصم 20,000 الى 25,000 درهم حتى. ممتاز، خصم جميل طبعا بيحصلوه الموظفين، والناس اللي على انستغرام يقولون يستاهلون موظفين هيئه الصحه هم وعائلاتهم، يعطيكم العافيه. انزين الله يعافيك اخوي عبد الله، هالمعرض مو باول مره تسوونه في هيئه الصحه، كان في معارض قبل، شو كيف كان الاقبال؟ طبعا المعارض اللي قبل كان الاقبال كبير، ولكن هذا المعرض نحن خلينا نكون هيئه الصحه تكون اول هيئه تبتدي فيها السنه. ليش؟ لانه بيكون في اطلاق برنامج اللي هو الخصومات الحصريه لموظفين هيئه الصحه، بالاضافه الى الصيف اقبل، فنحن بغينا يكون قبل الصيف على الاقل بشهرين او شهر ونص، على اساس الناس تقدر ترتب امورها، ما نبغى يكون اخر الصيف او بعد رمضان، تعرفين اغلبيه الناس بيسافرون بعد رمضان على طول. صحيح صحيح. الواحد يرتب اموره من حينه حق سفر بعد رمضان. فاساسيين احنا حاولنا نجدمل ان اغلب الملاحظات اللي جتنا العام اول العام ان لو تجدمونا يكون قبل، على اساس نقدر نحن نحجز ونرتب امورنا. صحيح. يعني انا اقول لك اياها، نحن جايبين مثلا على سبيل المثال من هني لباكو 5 أشخاص ما تكلف حتى 6,000 درهم حق 4 أيام. جميل. إيه، فالعروض اللي مسوينها تاريخ 1/4 كبيرة بتكون، والشركات اللي موجودة عالمية من طيران الإمارات، من طيران فلاي دبي، حتى طيران الاتحاد إن شاء الله في يعني خلال أسبوع الجاي بتكون إن شاء الله بنطلقه، اللي هو الخصم اللي بيننا وبينهم بيكون. عندك فنادق أدرس، فنادق العالمية الخارجية اللي هي ريتز كارلتون ولا فور سيزن العالمية، رديت اعتمدنا وتوقعنا معهم اتفاقيات. ممتاز جميل. يعني سياحة داخلية وسياحة الخارجية، سواء اللي بيسوي سياحة داخل الإمارات أو اللي بيسافر، اثنيناتهم بيحصلون إن شاء الله خصومات من من هالبطاقة دي اتش اي بلس. حتى الخصومات على السيارات، على وكالات السيارات، تعاوننا مع مجموعة البورش والفلكسواجن وشركة النابودة، ما قصروا معنا، شركة القرقاش، البي ام دبليو، كلهم عطونا خصومات حق الموظفين. يعني نحن يوم سوينا الدي اتش اي بلس فكرنا في الموظف مثلا اللي جاي من برا الدولة، شو يحتاج من تسهيلات عشان يعيش هني هو وعائلته، او حتى الموظف المواطن اللي عايش هني شو اللي يحتاجه من تسهيلات عشان يعيش وهو مرتاح، فوفرنا له كل الاماكن او الاشياء اللي يحتاجها من يسكن هني، يعني طول فتره سكنه الخصومات اللي بيحتاجها، مثلا يبى مدارس، يبى سياره، يبى اساس، يبى الكترونيات، يبى اللي يحتاجها، كل الشركات هاي وفرنا معها خصومات. والله شيء جميل. يعني ان شاء الله وان شاء الله التارجت مالنا ان شاء الله لين نهايه السنه نكون واصلين 500 شركه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يستاهلون موظفين طبعا هيئه الصحه، وهي مبادره جدا جميله. اخوي عبد الله، الحين شو المشاريع المستقبليه، بما ان بدينا بهالمشروع الجميل دي اتش اي بلس ومعرض السفر والخصومات اللي فيه، شو المشاريع المستقبليه اللي قسم شؤون الموظفين يعني مجهزينها للموظفين هيئه الصحه؟ طبعا المشاريع ان شاء الله المستقبليه بيكون نحن نحاول نحن نرتب مع دائره الموارد البشريه انه يكون خدمه شؤون الموظفين بلا موظفين، يكون في جهاز كيوسك يخدم الموظفين في كل مستشفى وكل مركز بدون ما يحتاج انه حتى يمر او يقول ابغى اتكلم مع الموظف، الجهاز هذا تخدمه بكل السبل، بيكون في ايميل، بيكون في رقم تواصل 24 ساعه الموظف يقدر يتصل او حتى يطرش ايميل، نقدر نتواصل معه دايركتلي ان شاء الله بدون ما حتى يفكر يمر علينا، يعني هو في مكانه نحن نجاوبه. ممتاز، شيء جميل جدا.
يعني طبعا هذه كلها مبادرات جميلة من قسم شؤون الموظفين، وطبعا الهدف منها دائما إسعاد الموظف في مكان عمله، أنه يحس أنه مو مجرد مكان عمله ولكن يعنى حتى بالشؤون الخارج العمل، الحضانات مثل ما قلت، السفر، الفنادق والسيارات، يعني الأشياء اليومية اللي الشخص يدور عنها يحتاجها. نعم نعم بالضبط. أخوي عبدالله، وصلتنا رسالة تقول: سلام أختي نادى، أنا موظفة في هيئة الصحة، كيف أقدر أحصل على بطاقة خصم للسفر من الدول؟ بطاقة الخصم من السفر ما يحتاج تحتاج البطاقة، بطاقة العمل مالتها هي نفسها، هي هذه هي بطاقة الخصم. يحتاج يسوي لها تفعيل أخوي عبد الله ولا على طول هي بتكون؟ لا 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 على طول. مثلا على سبيل المثال، أنا موقع مع طيران الإمارات، ونحن سوينا في الاتش ار اناونسمنت أن في عروض طيران الإمارات. نعم. تدش الأونلاين وفي كود تحطه هناك مثلا اللي هو خاص بموظفين هيئة الصحة، تحجز عن طريقه وتصير طيران الإمارات تراوح البطاقة أن هي موظفة وهي حجزت هالحد، تدفع وخلاص. ممتاز ممتاز، شيء جميل جدا. نحن 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 وفرنا لهم ان تكون سهله، ليش؟ ما يحتاج يعطي بطاقه ثانيه ولا ضاعت ولا شيء، لا، بطاقه العمل مالتك هي بطاقه الخصم. بالضبط. نحن متفقين مع الشركات كلها، نقول لهم اذا ابرزوا بطاقه العمل هذه هي بطاقه الخصم. صحيح صحيح صحيح. شاكرا لك دكتور استاذ عبد الله بالعمر، رئيس قسم شؤون موظفين فئه الصحه بدبي، يعطيكم الف عافيه، وان شاء الله دائما نترقب مفاجاتكم لموظفي هيئه الصحه، واكيد هذا يسعد الموظفين جدا ويحولنا لبيئه عمل اسعد فاسعد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك اخوي عبد الله، ونهارك سعيد. عفوا اختي، مع السلامه، حياك الله. على الانستغرام لايف، قبل ما اروح الفاصل، يستاهلون على الخصومات الجيدة. وين بيوسف اليوم؟ اليوم محمود مشغول، أعتقد عنده اجتماع. صبحت الله بالخير دكتورة، يعطيك العافية، شكرا لك دكتورة ريم. حتى في وكالات السيارات بطاقة الدوام لها خصم، بس يراون بطاقة العمل. صح، أنا سمعت هالكلام من قبل بعد، إن بطاقتنا فئة الصحة تعطي خصومات، بس أظن الحين صار خصومات حتى يمكن أحلى وأشمل، يعني تشمل أكثر من وكالة يمكن وأكثر من جهة. إحنا الحين راح نطلع فاصل إن شاء الله، بعد الفاصل راح نتكلم عن موضوع جميل، فما مو بعيد وايد عن المرأة عن السفر، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. نذكركم أرقام التواصل على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. بنتكلم الحين عن توقيع هيئة الصحة مذكرة تفاهم مع المعهد الكوري لتطوير القطاع الصحي، وعن توطيد العلاقة بين الإمارات وكوريا في المجال الصحي. معنا أول شيء ضيف الاستوديو الأستاذ حميد عبدالله الحمادي، رئيس جمعية الصداقة الإماراتية الكورية. صباحك الله بالخير أخوي حميد. مرحبا، صباح الخير، وتشرف باستضافتي اليوم في نور دبي. شكرا لك. ومعانا عن طريق الهاتف الدكتور يوسف البستكي، مدير إدارة التعليم الطبي. بعد الدكتور يوسف مو بجاهز، ما في مشكلة، نترياه. نبتدي مع الأخ حميد. أخوي حميد، أنت رئيس جمعية الصداقة الإماراتية الكورية. نعم. كلمني عن الصداقة الإماراتية الكورية، كيف صداقتنا مع كوريا؟ والله أول شيء بتكلم بشكل عام عن العلاقة بين الإمارات وكوريا. نعم. العلاقة الدبلوماسية بدأت في سنة 1980 افتتاح سفارة كوريا في دولة الإمارات. نعم. ومن بعدها في سنة 87 تم افتتاح سفارة الإمارات في كوريا. فعلاقتنا تمتد تقريبا فوق يعني قريب الأربعين سنة، يعني بعد سنتين نحتفل بأربعين سنة من العلاقة بين الإمارات وكوريا. ممتاز. في سنة 2009 العلاقة الإماراتية الكورية تطورت بشكل كبير. نعم. صارت علاقة استراتيجية. من بعد توقيع الاتفاقية بخصوص بناء مفاعل نووي في براكة. نعم. وبعدها صار بعد توقيع اتفاقية في المجال الطبي. وكثير من المرضى الإماراتيين راحوا كوريا وتعالجوا هناك، وكانت النتائج طيبة. في من كم من يوم كان يزورنا رئيس كوريا، فخامة الرئيس مون جي إن. في زيارة استمرت 4 أيام، انتهت أمس الزيارة، وكانت زيارة مثمرة جدا. وحدة يعني من طبعا تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين، وأهم شيء يعني أهم نتيجة من نتائج الزيارة هو تطوير العلاقة من العلاقة الشراكة الاستراتيجية
إلى علاقة الشراكة الاستراتيجية الخاصة. ممتاز. احنا نعم. تكلمت عن عدد من الاتفاقيات، فالدكتور يوسف معانا الحين جاهز على الهواء. الدكتور يوسف بسكي، مدير إدارة التعليم الطبي. صباحك ورد دكتور. صباح النور، اهلا وسهلا فيك. هلا فيك، حياك الله بصحة وسعادة. الله يحييك يا مرحبا. حياك الله. دكتور، تعطينا بس نبذة عن الاتفاقية اللي تمت بين هيئة الصحة وكوريا. هو بالحقيقة هذا كانت مذكرة التفاهم اللي تم توقيع عليه من قبل رئيس الهيئة، هيئة الصحة دبي. و هذه المذكرة كانت تشمل يعني تعاون بين كوريا ودولة الإمارات، نعم، وبالأخص دبي في مجال التعليم الطبي، نعم. والمجال اللي نحن يعني عندنا رغبة فيه هي مجال تعليم أو تدريب التخصصي، نعم، من مختلف التخصصات الطبية، فمنها جراحة، فحتى تم الاتفاق على أن نحن نقوم بزيارة، نعم، منشآت طبية والمراكز الصحية والمستشفيات في كوريا، نعم. و يعني نبحث عن إمكانية يعني قبول طبانة في برامجهم التخصصية في كوريا، نعم. هذا الـ يعني الشيء اللي أقدر أقول إن نحن اتفقنا عليه. وفي يعني البرامج التخصصية هي برامج تخصصية دقيقة بالأخص، صحيح، يعني لأن إحنا لدينا برامج كثيرة، برامج إقامة طباء إحنا نسميه، نعم، Residency Training Program. هذه تقريبا في ما يقارب 19 تخصص. فاللي نحتاج نحن إلى تدريب في مجال تخصص دقيق، والتخصصات اللي نحن ما عندنا منها في دبي، نعم. فهذه كانت نبذة الاتفاقية اللي تمت بيننا. جميل. شو النتائج اللي احنا متوقعينها من مثل هالاتفاقيات؟ والله النتائج هو اللي نحن نسعى اليه انه يكون تدريب يعني ممتاز، نعم، في كل تخصصات طبية. هذه هي نحن من طرفنا نحن، نعم، ومنهم هم طبعا يعني هو يعني اتوقع بيكون بس تحسين او تقويه علاقه بين الدول فيقدمون هالخدمه لنا. صحيح، واكيد في تبادل معرفه وتبادل خبرات تكون بينه وبين بلد مثل كوريا مثلا في هالمجال، في المجال الطبي. نعم. أنا شاكرة لك دكتور يوسف البستكي، مدير إدارة التعليم الطبي، على مداخلتك هذه، ونأمل إن شاء الله توقيع مزيد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول يتم فيها تبادل فائدة بينه وبينهم إن شاء الله. شاكرة لك ونهارك سعيد. شكرا لك. شكرا. نرجع حق أخوي حميد عبد الله الحمادي، رئيس جمعية الصداقة الإماراتية الكورية. أخوي حميد، بما أنه ما شاء الله أنت لك خبرة في مجال العلاقات الإماراتية الكورية، شو أهمية أن احنا نوطد علاقتنا مع بلد مثل كوريا؟ نعم، كوريا تتميز بعدة أشياء. واحدة من الأشياء المهمة أن كوريا دولة مرت بالعديد من التحديات، نعم، والعديد من المصاعب، ولكن في كل مرة تتغلب على هذه التحديات وتتطور. صحيح. كوريا كانت محتلة إلى سنة 1945. بعد سنوات بسيطة من استقلالها قامت الحرب الكورية،
ودمرت البنية التحتية، ولكن رجعوا بنوا بلد مرة ثانية، وفي تحديات يعني مختلفة بين هذاك اليوم إلى اليوم، ومن ضمنها طبعا الأزمة الاقتصادية سنة 1997 يسمونها أزمة مؤسسة النقد الدولي الـ IMF. ولكن مع كل هذا ومع عدم وجود الموارد قاموا بتطوير العديد من الصناعات. طبعا نعرف الكثير من المنتجات الكورية الموجودة، بس أنا بركز اليوم على موضوع الصحة. نعم. والمستشفيات في كوريا بالضبط. اللي صار ان يعني عندهم خبرة كبيرة في المجال الطبي وعندهم مستشفيات كبيرة ومتخصصة. السنة اللي فاتت سنة 2017 3000 مريض من دولة الإمارات تعالجوا في كوريا، سواء مرضى خاصين او مرضى عن طريق الحكومة. نعم. يعني تقريبا 850 مريض عن طريق الحكومة، والعديد من المرضى الخاصين راحوا كوريا وتعالجوا هناك. نعم. في سبب يعني ليش كوريا. أول شيء طبعا جودة العلاج في كوريا وخصوصا الحالات المعقدة، يعني في مثلا حالات يعني المريض محتاج زراعة كلية بس المريض فيه سكري، أو يعني حالة حتى واحدة من قصص النجاح اللي عندهم أنه كانت في مريضة عندها فشل كلوي وفي نفس الوقت كان عندها سكري، هذا من أول الحالات. نعم. فكانت حالة صعبة جدا، فتم زراعة كلية ثالثة لما يعالجون المريضة هذه. في كوريا تمت زراعة. نعم. الحالة. نعم. نعم. الحالة استعصت على عدة يعني مستشفيات في دول أخرى، ولكن في كوريا تم علاج الحالة هذه. نعم. بس بتكلم عن نبذة عن شو التخصصات المستشفيات الكورية. نعم. متمكنين. هذا سيسألون الناس يقولون وايد يسيرون كوريا العلاج، شو تتميز ليش؟ صحيح. معنى كوريا. صحيح. نعم. المستشفيات الكورية تتميز في أول شيء علاج زراعة الأعضاء، سواء كلى أو كبد أو الأعضاء الأخرى. زراعة النخاع هم من أوائل على مستوى العالم. السرطانات بجميع أنواعها. نعم. القلب، من جراحات القلب. وفي بعد أسئلة كثيرة تتكرر. هم متمكنين في التجميل، لأن أول شيء النتائج جيدة، ثاني شيء الأسعار مناسبة في تناول اليد. وبعدين في شيء يعني خاص في كوريا اللي هو الطب الكوري التقليدي يسمونه الأورينتال ميديسن والكوريان ميديسن. هذا نوع من الطب اللي ميزه انه بدون جراحة، والحالات اللي يعالجونها من حالات آلام الظهر، آلام المفاصل، الوزن. وطبعا مو بان عقولتهم علاج واحد يناسب اي حد. بالضبط. هم اول شيء يفصلون جسم المريض، شو نوع جسمه وكيف تقبله لنوع العلاج، ويقومون بالعلاج حسب حالته. ممتاز جميل. نعم. اخوي حميد، شو عن حاجز اللغه لما واحد يصير بلدنا في كوريا؟ طبعا لغتهم مختلفه تماما، اتوقع معظمهم حتى ما يتكلمون انجليزي. نعم. فالناس دائما تسال بسيبه تعالج، شو اسبب حاجز اللغه اللي هناك؟ هل يتكلمون مثلا في المؤسسات الرئيسيه مثلا بسيب مستشفى تاكسي وغيره يتكلمون انجليزي ولا لازم كوري؟ زين، هذا سؤال مهم جدا. اول سؤال. نعم صحيح، مهم جدا. يعني زين طرحت هذا السؤال دكتوره. كان في احصائيه، سوي احصائيه عن نسبه رضا المرضى عن العلاج في كوريا بشكل عام، حتى الخدمات الغير الطبيه. نعم. في نقطتين كانت تمثل تحدي للناس. نعم. واحده اللي هي موضوع اللغه. اللغه طبعا. والنقطه الثانيه موضوع الاكل، خصوصا الاكل الحلال. هذا سابقا، لكن الحين ما في الموضوع. نعم. ما في عقلت مشكله في الموضوع. المستشفيات توفر مترجمين، كلهم عندهم مترجمين يتكلمون. المستشفى نفسه يوفر. نعم. المترجم. نعم. ممتاز. وفي شركات بعد. نعم. في شركات تقدم خدمات غير طبية متوفرة. نعم. يوفرون مترجمين يتكلمون اللغة العربية والكورية، يعني مو بإنجليزي وكوري. ممتاز. عربي كوري. ممتاز. نعم. وكوري عربي. نعم. متواجدين. في الفترة الأخيرة الكوريين انتبهوا على نقطة مهمة، يعني مو بس للعلاج بس، وكذلك السياحة. نعم. فصار في تركيز كبير على استقطاب العديد من السياح من الدول العربية. فقاموا أول شيء بتوفير المترجمين في المستشفيات وفي العيادات.
ثاني شيء ركزوا على توفير المطاعم الحلال. هي كانت مشكلة وايد من الناس يسافرون نعم. تركيا فعلا ان الاكل الحلال وايد صعب كان. صحيح. فاي بلد تبى تسافر للاكل عنصر اساسي طبعا نعم. الواحد ما بيصير يطبخ في البلاد نعم. يعني ومسافر اجازة. صحيح. نعم. فالمترجمين متوفرين. الحين بدوا يوفرون اللغات الاخرى يعني طبعا الانجليزي وصعب يوفرون اللغة العربية في كل مكان. بالضبط. هم متواجدين في المستشفيات يعني صح. بشكل صح. خاص خصوصا نعم. المستشفيات اللي يتردون عليها المرضى العرب. اللغة الإنجليزية الحين بدأت تمارس بشكل أكبر. ممتاز في كوريا. ممتاز. مسألة الأكل كيف حلوها الحين في كوريا؟ إن شاء الله تكون حلت بس. المستشفيات الحين دربوا الطباخين اللي عندهم على الأكل الحلال. فقاموا يبون المنتجات الحلال ويطبخون الأكلات حسب ذوق المرضى. من الدول العربية. ممتاز جميل. وحتى يعني من يسألون المرضى هل الأكل عيبكم تبون نزيد شيء تبون نغير. ويراعون موضوع الأكل. وبالإضافة يعني لهذا في مطاعم برا في مناطق مختلفة في منطقة اسمها إيتيوان في كوريا هذه المنطقة مشهورة بالمطاعم الحلال متوفرة بشكل كبير. ممتاز. زائد أن الكثير من المرضى العرب أو مرضى الإمارات بشكل خاص يفضلون يسكنون في شقق فيها مطبخ أو الفنادق اللي صح. فيها مطبخ ما نستغنى عن المطبخ نعم. احنا وما يصير لازم نعم. إيه لأن سبحان الله الواحد يستمهم يسافر وهذا بالضبط. يقول بروح مطعم عربي يمكن يعني يوز لناس وما يوز ناس ثانيين فيقول لا خلاص أنا بطبخ بالضبط. فالشقق اللي فيها مطابخ متوفرة في كوريا كذلك. ممتاز. أخوي حميد أنت مثل ما ذكرت رئيس جمعية الصداقة الإماراتية الكورية. نعم. شو دور الجمعية هذه؟ شو الخدمات اللي تقدمها؟ نعم. الجمعية هاي تأسست في سنة 2012 قرار إشار قرار وزاري. نعم. هدف الجمعية هي تعزيز التعاون وتعزيز التفاهم بين البلدين كوريا والإمارات. طبعا فيه اتفاقيات كثيرة وفي أوجه تعاون مختلفة. احنا نركز على موضوع الشعوب يعني علاقة الشعوب مع الشعوب. نعم. لأن في السابق يعني الحين الحمد لله الحواجز هذه مش موجودة. في السابق كانوا الكوريين ما يعرفوا وايد عن الإمارات صح. بشكل خاص وما يعرفوا وايد عن الوطن العربي يعني المعلومات اللي توصلهم عن طريق الأخبار صح. فقط الله. يعني ما يعرفون عن العادات والتقاليد والأشياء هذه. وفي نفس الوقت هذيك الفترة يعني طبعا قبل ما الناس تبدأ تسافر على كوريا أو تتعالج ناس ما كانوا يعرفون وايد عن كوريا فكان في صحيح. حاجة كان في فراغ لتعريف الشعبين في بعض وتعريف الثقافتين في بعض. هذه واحدة. ثاني شيء بعد احنا نقوم بعمل أبحاث ومعلومات للجهات اللي تطلبها نعم. ونقوم بعمل الفعاليات والمؤتمرات. يعني آخر شيء سويناه يعني واحدة من الأشياء المهمة اللي سويناها اللي صراحة نفتخر فيها أن عرفنا الجالية الكورية في دولة الإمارات بالشيخ زايد الله يرحمه. وحاليا مركزين على لأن عام زايد فمركزين على تعريف الشيخ زايد وإنجازاته وسيرته للجالية الكورية في الإمارات وإن شاء الله مستقبلا للكوريين في كوريا. يعني هاي السنة بالذات نعم. بنركز على تعريف الكوريين في كوريا بالشيخ زايد في عام زايد إن شاء الله. نعم. جهود كبيرة طبعا نعم. نشكركم عليها أخوي حميد. زين الحين السؤال أنت ذكرت أنه ما شاء الله تقريبا 5000 أو 3000 شخص سافروا للعلاج نعم. في كوريا. الحين لو واحد يبي يسافر كوريا على حسابه يتعالج عن طريق جهة حكومية طبعا يتم ترتيب كل شيء له نعم. بس مثلا واحد يقرر يسافر على حسابه كوريا يتعالج كيف ممكن يرتب؟ من ممكن يساعده في الترتيبات من وصوله للفنادق للمستشفيات؟ هل ممكن توفرون لها الخدمة أو عندكم مثلا ممثل هناك أو كيف تكون الترتيب؟ في شركات متخصصة في هذا الشيء. يعني كل اللي يسوونه أنه يخاطبون الشركة هذه نعم. يقولون احنا مثلا عندنا الحالة الفلانية ودورنا علاج هنا ما حصلنا هل عندكم هالعلاج؟ يبعثون لهم التقرير الطبي ممكن يتواصلون مع المستشفيات نعم. المستشفيات يخاطبون يقولون هي عندنا هالعلاج أو لا ما عندنا. إذا في حالة وجود العلاج هذا في المستشفى ممكن يرتبون موعد. هم على فكرة المواعيد سريعة في كوريا. ممتاز جميل. يعني ما يأخرون المرضى وايد وخصوصا المرضى من الخارج لأن يعرفون أنه وراهم سفر بالضبط صح ترتيبات سفر وغيرها نعم. فبالتالي يحددون موعد وترتب تذكرة السفر أول ما يوصلون يستقبلون من المطار نعم. إلى الفندق إلى المستشفى الموعد
بعدين تحدد اذا في يعني في حاجه للعمليه تتحدد نعم. وكل شيء. الشركه هاي تقوم بكل المعاملات هذه بالاضافه الى الترجمه. ممتاز. احنا الحين عندنا جمعيه صداقه اماراتيه كوريه نعم. ما ناوي تمددونها وتكبرونها تضيفون لها دول شرق اسيا كلها الصين واليابان الدول شوي صعبه ممكن الواحد حتى يفكر يسافر لها مثل ما ذكرت ناحيه الاكل اللغه وغيرها اتوقع نعم. يعني ممكن تمدد تكبرون الجمعيه هذا كان في كلام في هذا الموضوع لأن يعني في دول ثانية ممكن نطور العلاقة ولكن عشان الخصوصية أنت نعم تبقى تركز على البلد هاي أنا بحكم أني أتكلم اللغة فأعرف توني بس تتكلم كوري صعبة اللغة الكورية؟ شوف اللغات بشكل عام صعبة ويبالها ممارسة لكن اللغة الكورية ككلام اللغة صعبة لكن ككتابة يعني أسهل من الصينية وأسهل من اليابانية هو لأن اللغة هذه تم تبسيطها وهي على فكرة اللغة الكورية هي اللغة الوحيدة في العالم اللي معروف من اخترعها ومتى اخترعها وليش اخترعها صحيح من اخترع اللغة الكورية الملك سيجونغ في القرن 15 واخترع اللغة أنا أتكلم عن الأبجدية لأن يتكلمون كوري بس الكتابة كانت باللغة الصينية فهو اخترع لهم اللغة هذه أساس لأن لاحظ أن الناس صعب عليهم التعلم كان صحيح. فقال بنبسط القراية والكتابة لأن اللغة الصينية صعبة عليهم نعم. بسطوها على أساس العلم ينتشر على أساس يقضي على الأمية في كوريا شيء جميل جميل جدا مثل ما ذكرت اللغة الكورية يعني جميل واحد يكون عنده يتعلم هاللغات اللي شوية صعبة يعني كورية صينية يابانية مع الانفتاح على العالم الحين يعني واحد يحتاج مثل هذه اللغات لما تكلمهم أنا دائما أؤمن لما تكلمهم بلغتهم الأم غير لما يكون في لغة أجنبية في النص بالإنجليزي بينك وبينهم يتم الألفة أكثر صح أنا بس بضيف نقطة إذا كلمت الشخص بالإنجليزي إذا اللغة الأصلية مو بالإنجليزي إذا كلمت الشخص بالإنجليزي أنت تخاطب عقله ولكن إذا كلمت بلغة الأم أنت تخاطب قلبه بالضبط صحيح إنزين جمعيتكم جمعية جميلة صراحة لو حد يبقى يعني ينضم لها منو ممكن ينضم للجمعية هل في أعضاء ممكن واحد ينضم لها شو الخدمات ممكن واحد يساهم فيها في الجمعية هي الجمعية تطوعية اللي بيساهم يعني احنا نرحب بالجميع الجمعية مفتوحة للجميع الجميع المهتمين بالجمعية سواء اللي بيصير عضو ممكن يتواصل وياي أو يتواصل برقم الجمعية نفسها نعم. عندنا مسؤول عن العضوية نعم وينضم للجمعية يعني في تذاكر بلاش الكورية أهم شيء يطرشونهم مرة كل سنة تذاكر لا ولكن إذا في فعالية ولا شيء نعم. ممكن جميل وطبعا كذلك إذا في حد يبقى معلومات أكثر عن كوريا وخصوصا الأشياء إذا في أشياء تتعلق بالعلاج ممكن يتواصل ويانا ونحصل المعلومات ممتاز ممتاز أنا شاكرا لك أستاذ حميد عبد الله الحمادي رئيس جمعية الصداقة الإماراتية الكورية على وجودك معانا اليوم صراحة يعني أنا حس تعرفت على كوريا الحين من خلالك وأنا عمري ما صرت كوريا حبيتها ما شاء الله كبلد مثل ما قلت جميل إن لما يكون في بلد يراعي ثقافة الناس اللي بتسافر له طبعا لأن يعني لما أنت تسافر بلد ما يعني تتوقع على الأقل تلاقي أبسط الأشياء يعني أهم شيء مثل ما قلنا حاجز اللغة أهم شيء الأكل الأشياء الأساسية الواحد يحتاجها كل يوم فلما تلاقي البلد اللي أنت تسافر له يراعي هالنقطة يحط لك مترجم يحرص على وجود الأكل اللي أنت تأكله خصوصا إحنا المسلمين لأن خصوصية معينة في الأكل لازم يكون الأكل حلال ما نأكل أشياء معينة صحيح. فهذا يدل على احترام ثقافة الشعوب الأخرى اللي تكون اللي تسافر لهذه البلد طبعا أكيد تشجع السياحة في البلد المعني فأنا شاكر لك تواجدك معنا اليوم أنا بس في نقطة أخيرة تذكرها تفضل احنا تكلمنا عن اللغة وتكلمنا نعم. عن الأكل الكوريين حتى وصلوا لدرجة انهم بدأوا يوفرون مجالس ومصليات في المستشفيات ممتاز جميل يعني وغير حتى الأماكن السياحية اللي ترددون عليها العرب او المسلمين يسوون لهم مصليات ممتاز. طبعا هذا كله يعني هم يتابعون ويطورون طبعا هيئة السياحة يسمونها هيئة تطوير الخدمات الطبية كيدي اختصارها كيدي نعم. اللي رئيسها كان موجود اللي وقع الاتفاقية اللي هو السيد لي يونغ تشانغ نعم.
ممتاز. هم يعني مهتمين في هذه الأمور ويطورون الخدمات الصحية والغير صحية في ممتاز كوريا. ممتاز جدا. يعني إحنا لو يفهمونا لغتنا نشكرهم يعني كوريا على احترام حتى لشعائر الدين عندنا. شاكر لك أستاذ حميد مرة ثانية تواجدك معنا. أتشرف. وشاكر ناصر السليمي مخرج هو في التنسيق نجاة. شكرا لكم يعطيكم العافية. وهذه كانت محدثتكم دكتورة ندى الملا. إلى أن ألقاكم بالغد إن شاء الله. أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.